بعد بتشكيلة فريق ليوبار وإعادة للهدف الوحيد لحد الآن. قلت خطأ على مستوى التغطية في محور الدفاع بين يوسف ربح وهشام العمراني رغم خروج نادر المياغري، كان أسبق منه الرودي داي إراوغو ويسدد في الشباك ويمضي هدف الأسبقي لحد الآن لفريق ليوبار ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجداس. مويابي ياسين لك على التوزيع، اختير كورة يمكن التعادل وهدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة الوداد البيضاوي، هدف التعادل لمصلحة الوداد. كنت تتحدث عن الحارس جيلداس، قلت إمكانيات كبيرة لكن خروج غير سليم، ويتمكن من خلاله فريق الوداد، يتمكن فريق الوداد البيضاوي من العودة في المباراة وتسجيل هدف التعادل. هدف التعادل، التوزيع من ياسين لكحل يلمسها من المرة الأولى لسموتيس، ترجع من حارس شيلداس أمام البديل اللي دخل منذ لحظات في تشكيلة الوداد.